بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك الله تعالى في جميع إيانا وإياكم أجمعين. بفرمو تشبيه التمثيل أبلغ من غيره لما في وجهه من التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان فكر وتدقيق نظري. بكب مضاف ومضاف إلى إمعان فكر. بلغنا إلى إمعان فكر وتدقيق نظري. بل. وهو أعظم أثرا في المعاني يرفع قدرها قدرها بل قدرها ويضاعف قواها قواها جمع قوة قواها في تحريك النفوس لها. فإن كان مدحا كان أوقع أو ذما كان أوجع أو برهانا كان أسطع. ومن ثم يحتاج إلى كد الذهن في فهمه لاستخراج الصورة المنتزعة من أمور متعددة حسية كانت أو غير حسية لتكون وجه الشبه كقول لتكون وجه الشبه يا بلين لتكون وجه الشبه هل رشان بيبا كقول الشاعر ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبر تبر شو شيء زير وزي علم بيداخل بلى في كفي مرتعش باشا اللي أبو السام أفرمي تشبيه تمثيل بقوة ترى بالغ ترى لغير خوي تشبيه كاين ترى بو شنشي لو وجه كيا واتل وجه شبكيا تفصيلة شتيايا كبيو استباء وتاني فكر بخيط كار ورد بين بي لبرا وتشبيه تمثيل زيادة الكاريغري هي لمعنى كان قدر معنى برزكاته ضي يرفع قدرها أو ضمير بو معانية شتوا قوة كان زيادة كا وأكان نفسي منتو أهجين وبو معنى كجولي جاء قرأو تشبيه تمثيلا مدح بو زيادة أشتا ناو ظلمان والزم بو زيادة آزار أغيني بلغ بو زيادة رونة لبر أما بيويستا تو زينب خيط كارو ماندوي بكيتا ليت يبقي چونك تشبيه تمثيل صورة يك فردنية أو صورة هل بچشي وكو چون مثلا لنا و لوکه کاتب سرنج آوا کراب چشی ابی آوا بزین خو او صورت منتزعات در دروس بکیتو داری بینی لنا و معانی کانا ایتر حسی بیا غیر حسی بیا وکو ام شعره علی روش کاتی که هل داول لکاتی حالات نکیا حکایتی چی بوا کردین حکایتی آوینه یکی زیری بود کردین بلام لدسی کسی که لرزو کابه چون چی خور که حال دیر زرده بای آل آیونه زیر زور یشتا زرده لبرا وی وینه خور لکات که حال دیر بسوری او نمچه زرد و سوره علی چی ادروشه تو و بلام ایش درشو تو او هی نکن نزانم بچاو بچاون یه چاو تماشایی که او الرزه علی آینه کل دسی کسی که لرزو که امجا تشبیه تمثیل دو جوره فرمو الاول الاول ما کان ظاهر الادات ادات نه ادات اداتی بله قرآن نحو مثل الذین حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا فالمشبه هم الذین حمل التوراة ولم يعقلوا نهر يعقلوا ولم يعقلوا ما بها والمشبه به الحمار الذي يحمل الكتب النافعة دون استفادته منها والأداة الكاف ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من التعب في حمل النافع دون فائدته توابك الثاني الثاني ما كان خفي الأداة كقولك للذي يتردد في الشيء بين أن يفعله وأن لا يفعله أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى إذ الأصل أراك في ترددك مثل من يقدم رجلا مرة ثم يؤخرها مرة فالأداة محذوفة ووجه الشبه هيئة الإقدام والإحجام المصحوبين المصحوبين بالشك كواب تشبيه تمثيل دو جور باوانا يا كمان أداتك ظاهرة وأشكراية كافوك أم آية بيروزي يوني أواني كوا
تورات يعني هل قلتوا ولا باشا هل ناقرن واتي يعني عملي بيناكن يما يشقرتوا واني كقرآن يعني هل قلتوا هل ناقرن عملي بيناكن وكو جودري جوايك يكول كتاب بار كتاب لنا عبي اي فقير ذا چي لو كتبانا استفاداكا كواب مشبه او كسانه كتورات يعني هل قلتوا نازانن چي تيا مشبه بي او جودري جدا ماوي كوا بار كتاب يعني لنا وبي او سودي لورقري اداتك كاف فكيا كمثالي وجه شبهك او تاني هردو لا مانو ابن بهال قلتني بلام هيج سودي لي ورناقر اما لواقع ظاهر الاداه ك بلام اويك خفي الاداه به وكو كسيك دودلا على ملام حمو باني بتوبو بازار او كتبان ببر ما مساعدشم تاثر ما مساعدشم ود كودو دلبوي باش برام ليرا من ابينم تو وكو كسي واي موكو كسي واي اشتباد نكردو وكو كسي واي اتا يبروي هنغاية بجتا بيشو هنغاية تدواو هراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى نالي كمن تقدم رجلا اما كافك بكارنا يعني اصلا كي واي ليتو اراك في ترددك مثل من مثل من مثلك وحذف كردوه يا كمان كافك وحذف كردوه اداتك اللي راه محذوفه وجه شبكتشيا او تاني او كسيك قاتيه في شخا وقاتيه تحت الدعاء تاوي الراو تاوي اقريته احجام يعني منع تاوي الراو تاوي خوي منعك معناه توشوكو او كسوايك متردد لايشكتا متردد نبا شاجو تيارا فرمي دودلي يجي دودلي سودينيه يجو قوار الدكا جا بارتي الشعري زور جوانا يسال برم نيبا داخل مواقع تشبيعه التمثيلي بلي لتشبيعه التمثيلي موقعان أن يكون في مفتتح الكلام بلي فيكون قياسا موضحا وبرهانا مصاحبا بلي وهو كثير جدا في القرآن نحو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة بلى ثانيا ما يجيء بعد تمام المعاني لإيضاحها وتقريرها فيشبه البرهان الذي تثبت به الدعوة نحو وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع أن ترد الودائع ونحو ونحو لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى ليس له مأوى سوى المقلي مقالي مقالي جمع مقلي تشبيه التمثيل تمثيل لدوش وناداني شي مع مسام حمو يا كم يعني لسرتاي كلام داني شي لبرو عالم كاتاك لسرتاي كلامه يا قياسك الرون كراويا وبلقيك هاو مكبرن هاو مجلسة اما يزور هات ولا قرآن كافر مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله وكو شوايا كمثل حبة انبتت سبع سنابل اول واقعة تشبيه تمثيل بو سيري كواني كما سامان يعني بختك اللي في ناوي اخوان ان شاء الله اجدو فهد عشقينه او واي كسي يقدر نقن من اشتوى كمثل عفو كمثل وكو دنك قنمي واي كسوز بو اخو مان بيانم في معنى وحو قولة قنمي حو قولة حو قولي هيا هر قولي صدن كتيا يقب حو سو والله يضاعف لمن يشاء يعني او تشبيها او صورة منتزعي كابراي خير ومن وكو او دنك قنمي بيانا في الشاي خو اما ان لواقع هل اول كلام هاتو من لوش تين نقيم لمثل الذي ينفقونه يكسر بلقيش مصاحب مودينته كوكو او حو قولة وايا قنم حو قولة كوايا دوهم يعني اول جاتو ما بستكا اقيني بلا من زور لما بستكوت يا ناقيم بيوسي بالغنامك هي اللي راي شبهيني بشتكي واو كلاي من رونا يتر بو خوي باش ليت يا قيم تو من علي علي مالو سامان وكسوكار همو امانه من شري يعني شي امانه من مالي خومنيه بو امانته تو شري باكم ولا بد يوما ان ترد الودائع اشتيك امانه بلا لا وبيديتو ام روحي من شكل ايمنا عالم لا شهر امانته روج لروجان لم درين وك حاجه عثماني كشاني كيس جنازه كي حال نامز قوتا اوا لمن يجي انه وبعاب من جنازه لبرو حق هل جنازه يك مان بيني بلي هل جنازه يك بلي او من هل جنازه يك بيني من بلي او مل عمر النظام تو بيني بلي او محمد شعمر باش برام ما
ونحو لا ينزل المزد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقلي. مقلي أما كابرا فخر بخويك على مجد في عوتي شون دزناك إلا لمن ظلكان وما لكان إمانبي على موك شيء ويا من اشتواناك بدل ما تويش عليه خو خو لجوا جيبته لقات جيبته إلا بين ناو تشاوه أجيت ناو تشاوه تشاوه بنوقي أم جا خو دي بلد. تعسير وتشبيه التمثيل في النفس. بلى. إذ وقع التمثيل في صدر القول بعث المعنى إلى النفس بوضوح وجلاء مؤيد بالبرهان ليقنع السامع. بلد. وإذا أتى بعد استفاء المعاني. أشتواني بلى ليقنع السامعة. وإذا أتى بعد استفاء المعاني كان إما دليلا على إمكانها كقول المتنبي. وما أنا منهم بالعيش فيهم بالعيش بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام الرغام ماذا قلنا وهذه رفعت حيبك الرغام جمعي شيا الرغام رغام عليه هنا ألتون ألتون رغام قلا واه رغام قلا عليه تشبيه تمثيل أقل أولي كلامه أبو أبيني خيرا معناك أكابنا ونفس إنسانا بأشكرا چونتي مؤيدة ببرهان وبالقو دليل بوي كابرا يجوغر قناعتك أقل لدواء استفاء معانيها وكشعر دوهم أما لراتي وكبش دوهم أما يا دليل لسر أو إشتي كتوب منوتو ممكن ببيه وكمتنبي دلي من كهام لنا أو قوماه تيانا عجيم وما أنا منهم من لوانيم مش أنا بحشت وهاي النوعانة شون لواني من دخل قوما فهو منهم الله باوك موانية أي أنا بيني آلتون سرتشا وكيلنا وقلعه وآلتون يشقلني أما يعني دليل يعني وإما تأييدا للمعنى الثاني الثابت نحو ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس آها ألم لا محمد وتماي نجاة بي ورقي نجاة شي نقر تبابا وانابي چونكي كشتي بسر وشكايا نار بخيت سر أو أم جاء الروح بل وعلة هذا أن النفس تأنس إذا أخرجتها من خفي إلى نازل بابك أنس يعني سوى يا أنس يأنس والله أخبر عن الديارة أنس يأنس تأنس فتحي بكر دوها كواب أنس يأنس علم يعلم مبالغ ومما تجهله إلى ما هي به أعلم واي بوتي واي كنت لم بشيدوها معنا النفس أنس فيا كاكاتي كوا دريئك إلى معناك والناديار ومنعمائك الديار يكسر بوخوي عاشنا أبيب معناك والشتيك نايزاني بوي لبهوي أو بلغة وبوي الرواب بوكو وكو أوشتيك بيزاني بلغة كرغي بورونكاتو بلا ولذا تجد النفس من الأريحية ما لا تقدر أريحية ما لا تقدر قدره إذا سمعت قول أبي تمام وطول تمام أواخر نعرف أبي تمام بلا وطول مقام المرء في الحي المخلق بذباجتيه فاغترب تتجددي فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي برب أخوة شعرك عجائب عليه قلستانا ونجوانا علينا برب أبني نفس إنسان زور إسراحتك وأريحيك بوتروس به يعني أندازك نازاني كاتك قولي بتمام أبيني كيف خوشي كيف خوشي بوتروس به سيد أو شعرك علي إنسان زور بمينته لنا وقومك مخلق لديباجتيه ديباجتا عمدو كلمية عمدو كلمة وكونك لنا وخلقك دارزي أموكو دارزاوي ليه أو أنا خلق بيني أو بين أنه ليد بطاقة بن هربو يا جارجا من حظك او جلال او جماعته بيش خم خلق لدني منو ما وسع عمر بتعقد بون لبرو غريب كو برو تازه ابيته من ابي نمخور ما شافي ايش رحمتي خويا له بشعري وهاي هي لديوانك يا من ابي نمخور زور خوشويسته شو خوشويسته بلاي خلق لبر او همي شي ني على سريان شو نبي بروج دركته ما من خزمه كم لنريهن بولا سويد بو اي ولا سويد ومولاتي اسكندنافيا لسالك شو روج خورها بدر والنابي
لدو ورده ورده شوقا درجه بيته شويه كما مثلا عبي بشارك لدو عبي بنيو ساعات ورده ورده شوقا انا بيته بشوار ساعات شوقا يوان لشوار ساعات يا نابر اتن همي روجه جايو او شو روجي كوا شو رو خور والنابي خلتي سيود وانا بتعقته بن وكو صالي بس انا ام جاتي فري خويا يعني بو اما داكن بو اوي ياري وتسلا دروسكن بوي او شو روجك خور والنابي بس انا او انا راحته بنو بتعقته بن كشو تاريخي نابين جال برو براسي خور بهوي اول بنويه تا هنا بيتو من السجن من البصرة اما حكايتك استفاده لي كي مثل يعني هلا ساين هلا وتعقم ابو لقاء كان يورو هلا ساين يا وارها هلا وانا ابو روشة كان من خبر ابو بياني سجن كان خوتب دوري ساعات حوت وشتو انا بون هيك خبري بو يو هل ساعة وات مشاي من كر او بو برو من بمبرو بو نحن لما نودو بو خلق كي تريش قشتي خوتب بمبرو برو دوري تلك ستياب وقاء لبصرة اوي انا ما ضايج من السجن بتملعب من ليش ضايج تم بتاقد ديم لم سجن قلت اي بشي بتاقد وبران بري يك بنت خالك قلت لي خوت قلت والله ضايج من هذه الوجوه بتاقد من لم دم وشاوانا اصبح بوجوههم مسي بوجوههم لو يتبدلون صار شوي احسن قلت يا باني هلا خلص مهلا معني يا وانا خلص مهلا معني اقل بيان قرايم قاعيان قرايم نخلا كربا شوي نجيت لكم ولا يدري تعزبات يعني توزع طاقتك كم درجه بس مكل بجيكني قلت والله يخصك يزور ناهقي النيه لبروا حتى بيني أم زل هزانة سياستي كان هي دائما أم زل هزانة كظالم بصريمة دائما كأبيني خلك كبيت أخذ بقول لك كومل اللي مجاور بياوانا أو أنا جورن كومل ترين نمن هدول ما رخوش به وهذا نقول ما بياو شاك دي قتين هي كم دوها ما كله كم كخراب تربو كلما جاءت أمة لعنة أختها يصير نخوض قصة دام للرشد هاي أي شابها أمان أول سياستها ين وجهه كان جورن ظلمك أرباقي. ما نعم. باش إبرام. إيه. دي إبرام. وبعد. وبعد فالتمثيل يكسب القول قوة. كسب يكسب. لا هني بقول. شون أكسب يكسب. أنا والله خلنا. باش فإن كان في المدح كان أهز للعطف وأنبل في النفس وإن كان في الذميم كان وقعه أشد وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأبلغ في التنبيه والزجر وإن كان افتخارا كان شأوه أبعد كقول من وصف كأسا علىها الحباب 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 دلوقتي وأمانا بلخ مانا بلخ مالي وكأنها وكأن حامل كأسها إذ قام يجلوها على الندماء شمس الضحى رقصت فنقط وجهها نقط وجهها نقط بلى بلى بدر الدجى بكواكب الجوزاء باشا سيدك على التمثيل تشبيه تمثيل قوة أداب وكلامه أقل لمدحه أبو زياتر عطف صوت إنسان أجوليني وأهجيني وزيات قوري بو نفس إنسان أقل زم أبو زيات الرؤى تشيلنا ونفسه أو زيات أو كسا أشجيني أقل وعظ بو زيات دل أهجيني وولي أكابر وخوابو با وزيات الأقادار أكاتا وزيات الزجر أكال لو خراباني كتياتا هيا أقل فخر بو زيات شانازي كدرخا سيدي كو كسي كوا تركاس كأس وبيا كأس بيا ولا يشام نشانة كأس يعني هني عرق خوي كان بيسا بلا أم وأوس فيا كان لا كاتك أو دلوب كان بسري ودروس به كف كان بسري ودروس به وصف أو حالته كا عليه وكأنها وكأن حامل كأسها أو ها وكأنها نظم ضميري كأنها بو هنا كتو بو شرابة كتو خوي أو كسي كوا كأسكي هالقرتوا كات اي جره بسر خلقك يا جلوه يعني او جره بسر خلقك ندما يعني عليك دانش من مجلسك علي شيء علي خوري تشتنغاوا خوري تشتنغا كوتو تلرزو لسر لسر باني خوري تشتنغاوا كتي رويداوا ما نشوي شو تسري بدر دوجا وات ما نشوي 14 شو تسري هني جكابي كواكب الجوزاء شي بو هناوا كواكب الجوزاء يعني استري
برج جوزای بو هنا وانا ازعرم جوزا بخوا كردكي نازم چي پيلن المهم سيرك تشبيه خوري كردوا بو كما غشوي لسربت نتي اسيري لسربي ام خمره بيسي بو تشبيه كردوا بو كوا زياتر لدلي جوغرانا كاري غري هبي او مبحث سادس شاخوني في ادوات التشبيه فرمو المبحث السادس في أدوات التشبيه. بلى. أدوات التشبيه هي ألفاظ تدل على المماثلة كالكافي وكأن ومثل وشبه وغيرها. ومثل يعني ومثل وشبه وغيرها مبنين مثل وشبه ناقور البلد. مما يؤدي معنى التشبيه. بلى. كيحكي ويضاهي. يحكي يضاهي يضارع. يضاهي ويضارع ويماثل ويساوي ويشابه وكذا أسماء فاعلها. بلى. فأدوات التشبيه بعضها اسم وبعضها فعل وبعضها حرف. توافيكا. وهي إما ملفوظة وإما ملحوظة نحو فاروقك البدر وأخلاقه في الرقة مثل النسيم. بلى. ونحو إن دفع الجيش اندفاع السير. بلى. أي كاندفاعه. بأس في الكافي ومثل وشبه من الأسماء المضافة لما بعدها يليها ومثل وشبه من الأسماء المضافة من عطف كي توضي والأصل أخذ إما مبنينين ما أويك مضافة ومضافة إليك محذوفة مبنية يليها المشبه به لفظا أو تقديرا باشا أم كتابي من سالي كن شاب كراوة سالي 1379 هجري او يويتو چند شاب كراوه او يميني شون سان دوزعر وشتا ها داو اللحظة ايشي تاعي سفيت علينا ادوات التشبيه چند لفظيكا دليل لسر مماثلة وهاو الشوائي وكو ادوات التشبيه كافو كأنه مثلو شبهو امانة غير امانة جاري وهي مضارعة جاري وهي حرفة يحكي يضاهي يضارع فعله يماثل يساوي يشابه فعله كواب أدوات التشبيه جاء اسم فاعل أمانة مضارع مماثل مساوي مشابه كواب أدوات التشبيه جار فعله جار اسم جار حرفه وكوكا باش برام يا ملفوظة يا ملحوظة ملفوظ يعني بلفظ تراو ملحوظ يعني ملاحظة كراو بلفظ نو تراو لرا مخصوم هو جمالك البدري جمالون كالبدري لم تكتب من أوله بو اللي راه وقت يا رب الله اعلم سردمي جمال عبد الناصر اما شابكرا ويلا جمالك البدري اويتو دوايا شابكرا وقوري انا وكلمه فاروقك البدري بهرحال اخلاقي كي للرقاء وكن نسيم وايه نسيم نرمونياني يعني الله اندفع نسيم هنا شني باي بيان يعني. يعني الله اندفع الجيش اندفاع السيل اي كاندفاعه باش ابرام اصل لكاف مثل شبه لأسماء مضاف لما بعدها أن يليها المشبه به أقوى مشبه به بدعاء بيا لفظا يا لتقديرا بل لم أصل لك أنه شابه ما ثلويني أمانا مشبه بدعاء به سيدك كأن الثريا عليك أن الثريا راحة للا مشبه بدعاء كأن هاتوا ثريا مشبهة وانية تشبر الدجى لتنظر طال الليل تشبر الدجى شبر يشبر زائر بها الدجى أندلس بإيه لتنظر طال الليل أم قد تعرض بل على ثريا علي دس لفي منه لفي كسيكا علي لفا لفا يتلفا هير كسيبه كوا شبر دجاكا واتا عواهنكا ثريا دجا أبيبه ببست بو أوي بزانين بو أوي بزاني آي شو دريجة يابان أم قد تعرض يابان بو أما أوا بلام لواقع عرض يعرضو بمعنى كرتيش هاتوا عرض يعرضو عرضا ظهر وبدا ولم يدم او معنى ويا كرتا دركوتو دوامنك ام تعرضا اقل عرضا والجلابي يعني شو دريش بوا يعني كرد بوا ايشتو يعني بلاي تعرضا لعرضا طول عرض يعني طال الليل ام تعرض دريش بوا يابان بوا هل كما جرمي كارمان بوانية بلي وكأن تفيد التشبيه بلي اذا كان خبرها جامدا بلي نحو كأن البحر مرآة صافية خيرك كأن اخوي مفيد تشبيها بشرت خبرك جامد به كأن البحر مرآة صافية دي خبرك ان مرآة مرآة جامدة اسمه جامد مشتقات نية
بلى. وقد تفيد الشك بلى. إذا كان خبرها مشتقا. ليس كأن البحر مراة صافية أو لواقع على راء الشك ثانية. نعم. بل جاري وهي مفيد الشك أجا خبرك مشتق بو. كأنك فاهم. علي علي تيجيشتوي. علي تيجيشتوي يعني بجمان ما تيجيشتوي. باش برا. وسلم. وكقوله كأنك من كل النفوس مركب بلى. فأنت إلى كل النفوس حبيب يعني وكو هواي نخواني بلى. بلى. بوشي همو كستوي خوشوي عليه همو يندرس كلامي بلى. وقد يغني عن أداة التشبيه فعل يدل على حال التشبيه ولا يعتبر أداة جاروا هيا بلى. فعليك دوري تشبيه بيني جي أداة تشبيه من بو أجري بلا ناجلين أداة بلا بخوي جي كمان بو أجري فإن كان الفعل لليقين أفاد قرب المشابهة بما في فعل اليقين من الدلالة على تيقن أجل أو فعلان قالوا علم أبو أو لواقع دوري يقين بيني دوري يقين بيني مفيد يقين بلا وتحققه بلا وهذا يفيد التشبيه مبالغة يعني تشبيه كي مبالغة شو كافة كي شو تانية بلا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا وانت ما مخور ما هور ما هوريك باران من بو باريني بلا لا واقع إيش بلا بخوان أرضي بويا بلا ونحو رأيت الدنيا سرابا غرارا دنيا عليه سراب شيء في البعض مغرور كذا تراويل كم سن سراب يعني تراويل يعني في مغرور معناك وإن كان الفعل للشك أفاد بعدها لما في فعل الرجحان من الإشعار بعدم التحقق وهذا يفيد التشبيه ضعفا أما اشتكي ضعفا وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا عليه لؤلؤ منثورا لا يمنى ليرام لا حزم هي يعني وقرآن حسبتهم ليرام أي لا حسيب أخوي بوغمانا ألام باسي قيامته بهشته وهل لي لؤلؤ منثورا يعني معناه كوا يا إخوان لؤلؤ منثور لين علي أوان من واريش راوا وكقوله قوم إذا لبسوا الدروع والله قرآن فرميت لؤلؤ منثور والله هل لؤلؤ منثور بو معناه لوجو أنترن سمن بلوا كموا أو منعلانا لو يخوا ديناون بو خزمة أهلي بهشت يا أو آفرتانا كأنهن الياقوت والمرجان خوي تعالى دايناون بو خوش يستكاني خوي ولا آفرتي إسه بغنجي هو آفرتاني لو بازارا عيبيني بازجان حر هي دنيا علي لؤلؤ منثورة أي باشا به قيامت شون بي خوا دايناون بو خوش يستكاني خوي والله ما قال هل بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرم تشبيه كربيك أفرمي لا غوشتي جانيانو موخكانيان ديارة بل قوم إذا لبس الدروع حسبتها سحبا مزردة على أخمار قوم يكن أجر كات الدروع بوشن عليب بارشة هوريكن بارشن بارشة هوريكن كوا بون بزرية بو قمر زرية بوش كس زرية بوش لبركاتو جا خوي زرية بوش لناو كونيكاني و إنسانك ديار بو لناو كونيكاني و أو زروع هنا أنا دروع خوي القدر وذكره القكواب وشميوته بس لا شيء إنسان أو شمشيرش اللي داب ببرينك ونحو قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون من سلم لو زريانا أو عجايا باش الزرياء بيتش مادي بو بيه بيسوه بيه اینا باشه تو امت کراس آسنین لبرکه همو یا قبل چون انسان انتو انوان ابجولینو یعن زور با قوت بون یا آسنکه ماده بوا شمشیر نی بری و بلام سوک علیش بوا بیر لوا زور کمو چون ام کراسی هن با حال گیراو ملیش هن خوده تیاب سری هن خوده تیاب بوا ملیش هن او زریه گرفتو تی حتی القای هن دروس کردو القاکه هن بستو با خودکو بوی بینی خودکو بینی بين شانشان هر زريي بيو بي القكانيه او اعلاني انا بخودك ما تاو خدا القي بيو بو القي زريك شان كلو با القي خودك ابو هيش يعني جويش يعني نمنه تو بوشي نكوشم شركه بدن لبي يعني اي باش ام انسان چون تو انيتي بجولته يعني زور بقوت بون انسان شي اسايي نبون وكو ايما يان جاي عجائب جاي عجائب يعني جاي عجائب او هنا ونحو قوله تعالى
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. بله جوار المنشآت في البحر كالأعلام بستي هناك سفينة كانك و لبحر أرون علي أعلام علي شاخنا وانا برزن بله والوجه مثل الصبح مبيض بله والفرع مثل الليل مسود بله ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد دمو تشاوي علي بيانها أولا سفيو جوانا هنا كاني بلك كاني علي شوا أولا رشو قرانا جوانا دو ضدن او سفيو امراش لكاتك اكون بونا وامجا جوانبا براسي ضدش بل ضدك خوي دراكوي واتا الاشياء تعرف باضدادها واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والاخو او مبحثي السابع لا زور باني من مانع مني اخو المبحث السابع في تقسيم التشبيه باعتبار أداته. بلى. ينقسم التشبيه باعتبار أداته إلى التشبيه المرسلي بلى. وهو ما ذكرت فيه الأدات. كقول الشاعر. أداة. أداة. بلى. كقول الشاعر إنما الدنيا كبيت نسجه. نسجه من عنكبوت. من عنكبوت. تشبيه مرسل أداتك إيتيا. وأنا بذا تشبيه مرسل كامية. وأنا أداتك إيتيا. الدنيا علي مالك. علي مالك. كوال اللي هناك عن كبوت شن رابي لا داويس أطالوك أو هنا جنا عن دارنا دارني أو هنا شتاء ضعيفة كان والله الشبكين تازم هذا تشبيه شيء عجيب مرسلات وتي كافكيت يعني تشبيه مؤكد ما هو ما حذبت منه أداته بلى يسجع السجع القمري قمري طيرك خوش ما فيها القمري ما هو لا يمشى القمري فيها عليه وكو أو أخواني وكو أو أخواني أداتك محذوفة أنت نجم في رفعة وضياء نعم فيك حذف كي غلطت من جيما متبعنا مع حذفت منه أداته لا يمنش فيك هي أختي جانب سرايا نعم أنت نجم رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا كتوت في رفعة مؤكدنية بل بل أختي جانب سرايا نعم ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه مشبه به كإضافة كي بلا مشبهك والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على الجبال وي أصلك الذهب لواقع الأصيل كالذهب أصلك يوايا يوارا كخور أن شيء علي آلتون كتي أهاتو أم مشبه به كي إذا فكروا ولا مشبهك للدلالة على قوة التشبيه بلى أي بل. أصيل كالذهب على ماء وماء كاللجين بلى والمؤكد أوجز وأبلغ أشد وقعا في النفس بلى أما أنه أوجز فلحذف أداته بوتي أوجزت لا مؤكد شنجي أداتك لا براو بلى وأما أنه أبلغ فلإهامه أن المشبه عين المشبه يعني واوهم بيك مشبه عين مشبه جال العباسي تبليغ أبلغ أكا ما نرى التشبيه بليغ كيف خيرنا التشبيه البليغ التشبيه البليغ هو ما بلغ درجة القبول لحسنه بلى أي الطيب الحسن أي الطيب الحسن بلى 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 فكلما كان وجه الشبه قليل الظهور يحتاج في إدراكه إلى إعمال الفكر بلى كان ذلك أفعل في النفس وأدعى إلى تأثير تشبيه بليغ وتانك يشبه درجة جواني زور جوانا واعتزازها بلى لما هو لبر أول بوتي شنجي هتا وجه الشبه كم ترى أشكرابي بيبس تو زياتر فكري بوب خيت كار لبر أوى كاتك زانيد زياتر كاري جرا أول زار تو زبنا راحت أي زاني سمع المعنى تو زور بنا راحت أو تاني مثلا أخواني بره توها وكاركاني تو عن لو دكانا خليه الدنيا تو جرا هاي بس الكتابكوا زور بنا راحت دستكوي بس إن شاء الله الدعية خوايار بي أوي تو دستكوي زور كاري جرا ترى لو إمام مهدي ودسيكوا تو إن شاء الله لما هو مركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له شون تشتيك الدعاء أو إذا ستكو الدعاء أو الزور بدعاء ما نوبيتو قرائي ستوك تشي دعاء كي والجار نعدني نعدني شان بيا كان يري هر نعدني الدعاء يا بنا راحت أدني الدعاء أما الزور لا أخوش ويستبيع أخشى علي الزور بنا راحت دسم كوتو والسياق إليه بلي. ومعاناة حنين نحوه كان نيله أحلى وكانت زور
شيري نبلاته وموقعه في النفس أجل موقعه في النفس في النفس أجلو خبري موقعه أجلو وألطفو بلى وكانت به أظن وأشغف وكانت النفس يعني به أظن وأشغف بلى ألا بروش نصم أجل وألطف وموقعه في النفس أخربكوا كان هيلوي كان نيله أحلى وكان موقعه أجل واي أقل كان له محذوب بضلي وما أشبه هذا الضرب من المعاني بالجوهر في الصدف وما أشبه ملا. هذا الضرب من المعاني بالجوهر في الصدف وكو جوهر وانا صدف شي بيضا صدف وكل مرواري نعم صدف صدف جوهر مرواري تقولي مرواري أو اشتيك تيك سنوخة كي بالي لا يبرز إلا ولا هن هر شتيك هر صدفي بيضا من شو من لبنان بس بحركه لو شاركتيه طرابلس لبي سبحان الله بجو بحركه سيانزه جور بخو من الله سيانزه يا سيانزه بو يا يانزه بو يانزه جور خواردني بحريان دانا ايش لو انا ماسكي خمانه يانزه جور خراب شو ليان بكره هلا بحركه دريان ليان بكره شو لو لا اقر هيب شو بيبرجنو بيخو يا هلا سر اقر كذا انا ولا اقر كخوب لا او بو ببرجنو لي عن ضجورك جوري هلا بجيري بعض الجنتي هاتوا رقيزنا هاتوا فخوان فيربون يشي لو عن سبحان الله هني أبو هربو هرخوان فيان صدف بردك والله هل بردك دري يعني كابرا بردك حاب لا داي ناو بس عربان يكو أكو أمس وظفر وخشو روشو خمان عليه أو صدفهم بوداقرة تشكشو كي بيه حرب برشاي خود بتشكشكا ايش يعني اگر حس كي توزه گرمي كي وتخاد سر اگرك هر وا توزه مقاشي بي خاد سر اگرك توزه گرمي كاي نا بزو اينه توتو اي خوي هر بقو امر گري پنجي من بي بيان صدا لو بحرج دري يعني بردك اشين تيو كلا كفريدا صدفه كفريدا او بوتو دري يعني يتر نازم حيوانك شي سبحان الله نا او بح نا او برداج يا لو بحر دري يعني ايتر اي شي خوي خوششه تامي گوشتا اما چيه اما لنا ام بردر رقا سبحان الله چون جياوه او فروشن پاريكي باش يندسك تا يا عرب رو بس صدان عربانه ها بجوب او بحره جا خوي طرابلس علي تقسيمك بچوار بشوا سي بشي لسر اوا شار طرابلس لبنان يك بشي او لا يشكانيه سي بشي ام لا ولا يا إتر دنيا هات ورجعتنا وشارة ولا يبرز إلا أن تشقه عنه بلى وبالحبيب المتحجب لا يريك وجهه حتى تستأذنه هل بروا عفرتي الروت لبر شايخ أكسوكا أو هرتي جواني هي دري خستو هرب شو نيم أو كنا جوان إتر أكسوكا بلى بر شايخ هذا زبوتي ولا ما عفرتي خوي بيتشابته خوي درنا خابو خارج لا تشيرين بلا يا ابي لا شير امجلا انا تشي هبي تشقوا هري كتابي شما انشي كتابي شيرين بلا بالشاي اي وسبب هذه التسميه ان ذكر الطرفين فقط يوهم اتحادهما وعدم تفاضلهما فيعلو المشبه الى مستوى المشبه به هذه هي المبالغه في قوه التشبيه والتشبيه البليغ هو ما حذفت فيه أداة التشبيه لمواجه الشبه نحو فقدوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار يعني أول احتياجه كانت زوبة فلفل بدأت بها شونكي عمل عمر سفرك الأسفار ونحو عزماتهم قضب وفيض أكفهم عزماتهم قضب ضمي وقدو دراسة شي؟ قضب بلى ايه؟ قضب خوي جمعي قضيبة اني اوقع مشي كوا برشتي هي شمشيري برادة شمشيري برندة واي ايه قضب كوابو بلى ابيان قضبون قضبون لا يمن هيشي بناكرا لا يمن بوي كرد وقت وفيض اكفهم سحب وبيض عز مكان انا علي شمشيري برندة ها عز او ها او يا احمد يلي يا شي قضيب باتر جراس شي شيري بران شنو عضب قضيب باتي مزال شيري بران عزماته يعني شيري تيشا خربان عزماته عضب قضيب كواب قضوب جمع قضيبة عز شي تخاش عليك عضب قضيب وباتي رزرا شيري بران شيري بران صداء جوان عزماته قضوب بلى
وفيض أكفهم برام بخشندي ناولا بكان يعني ودس كان يعني سحب هوريكا وبيض وكو هور شون بارانا بارانا أعوادس يوانش سخاوة بارانه وبيض وجوم سفيتي دمو شاوين أخمار عليه ما أنعاش وسيد يو تشبيهات شن جوانا إتر طرفين مذكورة نواجه شبه بيان كراوة نأدات بيان كراوة المبحث الثامن آخر درس كمان وآخر والأخوة نسيش مع القضب الواحدة قضبة كل شجرة طالت واسترسلت أغصانها وهو شجر تتخذ منه القسي أما قضبة من معناه قضبة ممكن لو بلام أويتو جوان ترى قضب جمع قضيبة مالهم يانا وإياكم أجمعين.